لا انا اقول لهم، حاجه اقول لك فعلا. حته المكافئات دي لما كابتن فتحي كان عايز يحمسهم قبل ماتش برشلونه، فقال لهم يعني ان شاء الله لو كسبتوا الماتش بتاع برشلونه ده هنديكم مكافئات وهنعمل لكم حاجات كويسه وبتاع. فايه لقيتهم كلهم عليا طبعا يعني. اولهم مصطفى. مصطفى قال لي طب انا عامل معاك اتفاق. قلت له ايه؟ قال لي لو جبت جون تديني 250 دولار. قلت له موافق بس لو دخل فيك هاخد منك 300. قال لي طب مشيهم 25. لا صراحة عجباني الروح يعني من بداية السفرية، كابتن فتحي وكابتن جمال وطبعا الدكتور صار ياسر بس، وازاي بتتعاملوا مع الولاد الصغيرة دي؟ لا بصراحة الدكتور محمد يمكن أنا طلعت مع رؤساء رئاسات كتير جدا وفي الكورة كتير سواء نادي سواء منتخب. الدكتور محمد بصراحة يعني بواقعية إنه ما تحسش إنه رئيس بعثة، تحس إنه مننا. يعني بالدليل إن اللعيبة حتى بقت مندمجة معاه وبتهزر معاه وبتضحك معاه. فدي حاجة جميلة جدا إن رئيس بعثة يطلع النهاردة شايف اللعيبه وشايف امكانيات اللعيبه وشايف سلوك اللعيبه بيندمج معاهم، مش واخد الطابع الرسمي. يعني في رئيس بيئه بياخد طابع رسمي، لا هو تحس انه اندماج معانا، حتى تلاقيه قاعد معانا بالليل، تلاقيه قاعد معانا على الاكل، تلاقيه قاعد معانا في الاوض، كل هذه الامور انا بشكره جدا. كل اجتماعاتنا بصراحه كابتن معاكم على طول الواحد طب اتعاملتوا ازاي بقى كابتن جمال؟